بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم جميعا، معاكم محمد أحمد من قناة فيكراس، ورجعنا تاني للسمارت هوم. وفي فيديو النهاردة هنوضح إزاي تقدر تعمل ريلي مديول مناسب للتشغيل معانا إن شاء الله في دروس السمارت هوم اللي جاية زي ما أنت حابب. هنوضح إزاي تقدر تعمله من الصفر، يعني إزاي تقدر تصمم البي سي بي والمكونات اللي هتركبها عليها، وهنوضح كل ده بأبسط طريقة إن شاء الله. وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين أصدقائكم، يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها. تابعوا معانا. نبدأ على بركة الله. دي لوحات البي سي بي اللي موجودة معنا، واحدة مخصصة للريلات والتانية مخصصة لبوردة التحكم. تمام، دي بوردة موجود فيها 8 ريلات. ان شاء الله انا عملت بوردة تانية، التصميم اللي هيكون معاكم هيكون موجود فيه 10 ريلات عشان تقدروا تصمموا اكتر من كده في نفس العشرة سنتي ان شاء الله. هنا ده مكان السوكت ومكان مقاومة واللمبة اللي هتوضح هو شغال ولا لا، وهنا النورمال اوبن والنورمال كلوزت والكوم. تمام، طبعا في الخلف بس مكتوب الموجب والسالب عشان يوضح اطراف الموجب والسالب اللي معنا. مش محتاجين دي النهاردة، هنشتغل ان شاء الله على لوحة الريلات عشان نوضح هنبدأ نستخدمها ازاي. قبل ما نبدأ احب افكركم بازاي تقدر تشتري من موقع JLC BCB، وان شاء الله رابط الموقع هيكون موجود اسفل الفيديو، وكمان التصميم اللي احنا هنستخدمه في فيديو النهاردة. وطبعا تقدر تدخل على الفيديو اللي ظاهر امامكم علشان تقدر تعرف طريقة الشراء بالكامل وبالتفاصيل بتاعتها، وانت ليه تستخدم الموقع ده، عشان هو الافضل وان شاء الله هيوفر معك. طبعا زي ما وضحنا في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي وضحنا فيه طريقة الشراء. نبدأ على بركة الله تاني. دي البوردة اللي معنا، طبعا انا عامل فيها فتحات بحيث ان انا اقدر اقسمهم، لان دول عبارة عن 8 برد صغيرة، برد الريلي مديول هنستخدمها معنا باستخدام قطر. هبدأ اعمل فيها حز بسيط كده، تمام، لانهم بيستخدموا نوع من الفبر جامد جدا، على عكس اللي موجود عندنا من غير لو اللي عندنا فيه الفتحات ده هتكسره عادي بكل سهوله. لو عندك منجله زي دي باستخدام قطعتين خشب، وهتقفل عليهم كويس بالمنجله زي ما واضح امامكم، كان حاولت اكسرها بايدي حتى بعد ما عملت فيها الحز ما قدرتش. تمام، او يعني مش عارف، انا ممكن خفت انها تتكسر خالص لانها قويه جدا فعلا، وبعدين لما حطيتها بالخشبه وبالمنجلة استخدام منجلة كده، او ممكن باستخدام الخشبتين على طول بالشكل ده، وتبدأ تكسرها بالشكل ده وتقسمهم بقى زي ما انت عايز. لو محتاج معك 2 ريلي تقدر تسيبهم زي كده، لو محتاجهم منفصلين تقدر تقطعهم كلهم او تكسرهم كلهم بالشكل ده، ولو حابب يبقى معك 4 مع بعض انا مصممها بحيث انك هتيجي من النص كده وهتقسمها، فيبقى معاك 4 ريلي بالشكل ده و4 ريلي بالشكل ده. وفي حالة الأربعة أو في حالة الاتنين هيكون معاك فتحات تقدر تثبتها على مسامير على اللوحة اللي انت هتثبتها فيها أو في العلبة اللي انت هتثبتها فيها. تمام، بالشكل ده هنا أنا معايا 4 ريليهات أقدر أوصل فيهم، هيكونوا جنب بعض هيكونوا مرتاحين جدا زي ما واضح أمامكم. ده مكان سكوتات التوصيل، واضح امامكم كلها، والموجب والسالب واضح بتاعهم بحيث انك تقدر توصل الموجب والسالب. الموجب والسالب الغرض منهم اللمبه بس، عشان اللمبه تشتغل معاك، لو عكستهم ريلاي يشتغل بس اللمبه مش هتشتغل. باستخدام صنفره خشنه شويه، وهنبدا بصنفرهم بالشكل ده. هسرع الفيديو بس عشان ما اطولش عليكم. بقوا بالشكل ده، حاجه ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا. وهنكمل طبعا صنفره في بقيه اللوح لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. انا قطعت 8 وقطعت 2، فبقى معايا 2 8 كل واحده فيهم منفردين، و 4 عباره عن 2 كل واحده فيهم فيها 4 ريلات. تمام، بالشكل ده هبدا. دي الادوات اللي انا هستخدمها في التركيب. محتاج ريلات زي ما هنوضح دلوقتي. دي ريلات، الريلي اللي انا هستخدمه معايا هو ريلي 10 امبير، الكويل الخاص بيه 5 فولت 10 امبير على 220 فولت، او تيار AC او على DC 30 فولت 10 امبير برضو. تمام، ده سوكت ثلاثي او 3 فتحات، بيكون شكله بالشكل ده عشان تقدر توصل فيه
الأسلاك بتاعتك مباشرة من غير لحامات، وواحد تاني ثنائي اللي هنوصل فيه أسلاك 5 فولت اللي راحة للريلي، والثلاثي طبعا هيتوصل فيه النورمال اوبن والنورمال كلوزت والمصباح ده او اللمبه ال LED دي عشان تبين لينا حاله الريلي عامله ازاي، والمقاومه طبعا عشان تخفض ليها شده التيار من 5 فولت ل 3 فولت زي ما هي محتاجه. ودي طبعا مفاتيح بس مش هنوضحها في الدرس بتاع النهارده، هنوضحها في الدرس الجاي، مفتاح ثلاثي الطرف علشان نقدر، ده بيسموه مفتاح سلم، الكهربائي الصناعي بيسموه مفتاح سلم. المفتاح العادي بيكون فيه طرفين بالشكل ده، انما ده مفتاح ثلاثي عشان اقدر اتحكم فيه من الاتجاهين، وده مفتاح 4 بن او 4 اطراف علشان اوضح الطريقه ازاي تقدر تركب ريلي ومفتاحين مع بعض او 10 مفاتيح ازاي، هي نفس الفكره هنوضحها ان شاء الله في الدرس الجاي. بس خلينا ان شاء الله في درس النهارده نوضح ازاي تقدر تصنع المديول اللي معانا اللي هنستخدمه اللي هنركبه في العلب زي ما وضحنا في درس السمارت هوم او في دروس السمارت هوم اللي قبل كده. في الدروس دي ان شاء الله هنوضح كل حاجه بالتفصيل. هجيب الريلي، بس في الاول لان الريلي هو اكبر حاجه فانا هركب اللمبه واشوف الموجب والسالب زي ما وضح من خلف. في التصميم اللي انا حاطه تحت ان شاء الله هيكون مكتوب موجب جنب اطراف ال LED دي عشان تعرفها وما تتلخبطش. تمام، بعد كده اجيب المقاومه. طبعا انا ملقتش مقاومه 2 مللي عندنا خالص في مصر، فجبت المقاومه 3 مللي او 4 مللي كمان جبتها وركبتها، وهي ان شاء الله هيكون شكلها كويس، يعني هتكون عاليه شويه عن البورده بس هيكون شكلها كويس. احنا هنتني الاسلاك بتاعتها شويه كده. التصميم اللي انا عملته التاني في قلب المقاومه 4 مللي علشان هتكون متاحه معاك ان شاء الله، التصميم اللي هيكون موجود اسفل الفيديو. بعد كده اركب البنات، تمام بالشكل ده. طبعا رابط الشراء بتاع كل الحاجات دي هتكون موجودة اسفل الفيديو من داخل مصر ومن خارج مصر. بالشكل ده هركب الريلي، هو اللي لسه معانا. طبعا في اتجاه في 3 وفي اتجاه في 2، فمش هينفع يركب اكتر من كده، يعني لازم يركب في الاتجاه بتاعه الصحيح. تمام، بعد كده نبدأ نلحم الاسلاك باستخدام الازير وماكوة اللحام، وهبدأ اركب. طبعا اللحامات مش محتاجه توضيح، فعشان كده يعني هوضح حاجه كده، ليه انا بفضل ان انا اركب الريلي مديول او الريلي نفسه، بفضل ان انا اركبه جنب المفتاح، مش بركبه مع العلبه او مع المتحكمه المايكرو كنترول اللي معانا، علشان اوفر في الاسلاك. لان انا خليني همشي مثلا لكل ريلي طرفين هيمشي فيهم 5 فولت، فالطرفين اللي هيمشي فيهم 5 فولت بشده تيار الريلي هيكونوا بالكتير نص ملي، هيقدر ان هو يشي، انا جربتهم اكتر من 25 متر واشتغلت معايا تمام. كده انا خلصت اللحامات بقت بالشكل ده، تمام، حاجة ما شاء الله، يعني الشركة جي ال سي بي بتشتغل كويس جدا، يعني شغلها كويس جدا جدا. انا ما كنتش متوقع ان الشغل هيكون بالكفاءة دي، كل حاجة يعني زي ما الكتاب قال. بالشكل ده قصفت الاسلاك وبنتهيت معايا البوردة بقت بالشكل ده. ريلي مديول بجد تحس انك شاريه من مصنع جاهز على كده، يعني جاي تقفيل مصنع بجد، كفاءة 100 100، يعني حتى الجرين ماسك اللي راكب حاجة فوق الخيال. في مشكلة بس بسيطة، ان انا كده معايا الثلاث اطراف، طرف الكم والطرفين دول، والثلاث اطراف دول هيكون معاهم لو حد لمس فيهم بصبعه او لو حاجة لمست فيهم من ورا هتوصل او ممكن تعمل معاه مشاكل، لو حد لمسها بصبعه ممكن تكهربه. فهنستخدم فبر، لو عندك علبة بلاستيك او ممكن متاح ليك انك تعمل علبة بلاستيك ليها سهلة وتقدر تعمل علبة بلاستيك ليها، انما انا هنا مش من المتاح معايا فبر، فهجيب الفبر ده، الفبر اللي بيستخدم في قفل البوابات الحديد. تمام، دي قطعة كانت متبقية عندي، بواقي من بوابة عندي، يعني تقدر تشتري طبعا الشفاف عشان يوضح ليك الموجب والسالب، أو تفضي المكان اللي فيه الموجب والسالب، كده كده المكان ده فيه 5 فولت. والشكل ده قصيت قطعة على قدها بالظبط، باستخدام الشمع بقى، باستخدام لزق الأنبوبتين، أنا هنا هستخدم لزق الأنبوبتين اللي هو لزق الحديد، باستخدام أي حاجة تقدر تلزقها وتثبتها في الريلي مديول. وأنا بثبتها هكمل توضيح ليها، أنا بركب الريلي في علب المفاتيح، لأن علب المفاتيح لما هركب فيها ريلي اولا بيكون صغير، يعني ما يأثرش، يعني ممكن تركب 2 او 3 كمان في قلب العلبه مع المفاتيح عادي مفيش مشكله. تاني حاجه انك بتوصل اطراف المناولات ما بين المفتاح اللي هنوضحها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على طول، الاطراف المناولات اللي بتكون ما بين المفتاح وما بين الريلي، الاطراف دي بتتوصل بيكون اطولها من العلبه اللي فيها المفتاح للعلبه اللي فيها الريلي مع بعض، يعني اطولها بالكتير 10 15 سم، فمش هتستهلك سلك، وهيكون معاك اسلاكك هتكون متاحة، يعني هتوفر معاك في السلك، وفي نفس الوقت هتقدر انك تتحكم تحكم كامل. والخمسة فولت انا جربتهم مشوا معايا لحد 25 متر،
وكانت النتيجة تمام على ريلي 6 فولت. أنا هنا ركبت الأربع ريليهات وطبعا أقدر أقفلهم إن شاء الله، بس مش هطول عليكم في الفيديو. وأنا كده هجرب الريلي شغال تمام مفيش أي مشاكل، وكمان ثبتت فيه أو وصلت عليه المفاتيح وإيديا من ورا عادي مفيش أي مشاكل، أمسكه من جميع الاتجاهات أمسكه من أي حتة، وفي كهرباء واصلة دلوقتي مفيش أي مشاكل، ما بتكهربش خالص كده بقى في أمان. وكمان وصلته على المفاتيح اللي إن شاء الله في الدرس اللي جاي هنوضح إزاي تقدر توصلها على المفاتيح. أنا هنا بركب مفتاحين عشان اقدر اشغل وافصل من اكتر من مكان، وهوضح وهي نفس الفكرة ان شاء الله اللي هنقدر نوصل بيها حتى لو ركبنا 20 مفتاح مع التحكم عن طريق الموبايل. وكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات. ما تنسوناش من صالح دعواتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.